السلام عليكم، مساء الخير. لأنه اللايف ده هيكون بابليك، فاللي ما بعرفوني أنا اسمي مو زمر الباغر، كاتب سوداني، تولدت في مدرمان. بديت الكتابة في عمر مبكر زي ما بيقولوا، لكن أول مقال اتنشر لي كان سنة 1998 في صحيفة الرأي الآخر، اسمه هموم في بلد الهموم. واصلت النشر، بقيت بنشر شعر، قصص قصيرة، ولحد هسه الحمد لله مواصل النشر. صدرت لي السنة اللي فاتت مجموعة قصصية اسمها تضاريس النزوح الأخير. هي مجموعة قصص كتبتها في الفترة من 1998 لحد 2002. المجموعة القصصية دي هي موجودة في المكتبات الكبيرة. الناشر هو طبعا دار عزة للنشر، في شارع عثمان دقنة، في مدارات برضو في شارع عثمان دقنة، في مروي بوك شوب، في اللي هي شارع البرلمان طبعا، في دار السودانية الكتب في شارع البلدية. دي بالنسبة للمجموعة القصصية. هنا في المقالات اللي عرضتها في على مدار 4 لايفات فاتوا، كنت بتكلم زي ما هو موجود في الشاشة فوق، أمنا فاطمة أو الحقبة الفاطمية في تاريخ الدولة السودانية. اللي هتكلم في الحلقة الرابعة، حواصل ما وديت في الحلقات اللي فاتت. في آخر لايف، اللايف التالي، كان اتكلمت عن ضريبة العمل العام اللي دفعتها أمنا فاطمة عن طيب خاطر، واتكلمت عن هي ليه لاقت الزعيم إسماعيل أسهل وكان الأسباب شنو. بعد ذاك تاني اتكلمت عن الكلام الحوار الدار بينه وبين الأستاذ أحمد إبراهيم أبوها، لما قال له إنه في نهاية الكلام ده قال له إنه هو كان مفتكر إنه هي مشاركة في قضايا الشأن العام وقضايا المرأة بصورة خاصة، قال لها كنت مفتكر يعني إنك كلام اتحاد نسائي ساكت، لكن أثبتت له إنه هي دي حاجة نابعة من داخله يعني. ختمنا اللايف الفات في إنه قلت كيف صوفان إبراهيم كان عندها تأثير بعيد المدى ومن على البعد يعني، بالقصص اللي ذكرتها في المرة اللي فاتت. طيب ندخل اللايف الرابع. خليني في البداية أقول لكم العناوين الجانبية. فاطمة نضال المرأة السودانية، فاطمة والاتحاد النسائي السوداني، فاطمة ومجلة صوت المرأة، فاطمة بين قوسين بصمة في المجتمع، فاطمة في المنفى، وآخر عنوان جانبي بعض من الجوانب الجوائز اللي أخذها فاطمة إبراهيم، اللي هي بعض جوائز فاطمة. طيب نبدأ. بسم الله، نمسك أول عنوان جانبي، فاطمة نضال المرأة السودانية. هقول لكم كلام مكتوب وبعدين بوضح إنه المصدر شنو في الكلام ده. وتعتبر السيدة فاطمة أحمد إبراهيم من أبرز الساسة السودانيين بدأت نضالها ما قبل استقلال السودان، ويرتبط اسمها بنضال المرأة السودانية ضد حكومات القمع العسكرية. واجهت فاطمة منذ بداية نضالها صعوبات مع تكوين الاتحاد النسائي السوداني في ظروف اجتماعية صعبة عام 1952. بدأ كعمل إصلاحي خيري، سرعان ما تحول إلى حركة واسعة النطاق تطالب بحقوق تمس جميع أحوال المرأة السودانية. وساهمت مجلة الاتحاد النسائي صوت المرأة التي رأست تحريرها فاطمة إبراهيم أول صدورها في يوليو 1955 في توعية النساء وقيادة الحركة النسائية، وذلك من خلال تناولها لأهم الموضوعات التي تتعلق بتوعية المرأة وتثقيفها وضرورة مساواتها بالرجل في الحقوق ومواقع اتخاذ القرار. هقول فقرة ثانية. وقد لعب الاتحاد النسائي دورا نضاليا
في التصدي لحكم الفريق عبود العسكري 1958 لحد 1964. في ثورة أكتوبر 1964 خرجت منها المرأة السودانية منتصرة، حيث ظفرت بحق التصويت وحق الترشيح للدخول البرلمان. وفي عام 1965 اختيرت فاطمة إبراهيم كأول نائبة في برلمان السودان، استطاعت من خلاله تحقيق الكثير من المطالب التي كانت تناضل من أجلها لتحسين أوضاع المرأة وتضمين هذه المطالب في الدستور 1962 طبعا، مثل حرية اختيار المهنة، الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، المساواة في فرص التأهيل والتدريب والترقي، أو الحق في عطلة الولادة مدفوعة الأجر، كما أنها كافحت من أجل تحديد سن الزواج ومنع الزواج الإجباري وتعدد الزوجات وإلغاء قانون الطاعة. خلينا أقول الفقرة الثالثة وبعدين أوضح لكم المصدر تاع الكلام ده. إلا أن انقلاب النميري العسكري 1969 أدى إلى حل الأحزاب وتعطيل الدستور وإقامة حكم عسكري مطلق أطاح بكل ما كافحت من أجله، ولأن فاطمة إبراهيم وزوجها القائد النقابي الشهير الشفيع أحمد الشيخ رفضا التعاون معه، أعدم النميري الشفيع ووضع فاطمة إبراهيم في الإقامة القسرية لمدة عامين ونصف. بعد إطلاق سراحها واصلت فاطمة إبراهيم عملها رغم التهديدات والمواجهة بالسجن المؤبد، واستطاعت بعدها مغادرة السودان لتعيش في المنفى وتواصل بعد ذلك نضالها من هناك في مجال حقوق الإنسان. 1991 اختيرت رئيسة للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي اللي هو Women's International Democratic Federation، وحازت على أوسمة كثيرة منها جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1993. إن الكفاح من أجل حقوق المرأة في السودان مرتبط ارتباطا وثيقا بالكفاح من أجل الاستقلال السياسي والحرية وحقوق الإنسان بشكل عام. بهذا يكون عمل فاطمة إبراهيم وصمودها في وجه الاضطهاد ودفاعها عن حقوق الإنسان وسعيها الدؤوب عملا وطنيا في ظل التحولات الاجتماعية المتغيرة بين التراث والحداثة والاستبداد السياسي والثورة. فاطمة كانت تقتحم وتجازف وتبادر وتطالب دون كلل وبإرادة لا مثيل لها، وتكون بذلك مثلا أعلى في العالم العربي والإسلامي، ومن أجل هذه الشجاعة كرمت بجائزة ابن رشد عام 2006. طيب، من السطر الأخير وعرفنا أن الكلام ده مصدر شنو، دي كان جزء من الوثيقة طرحتها مؤسسة ابن رشد في تكريمها لأمنا فاطمة في سنة 2006. طبعا إنسانة أبسط ما يقال، لو صاح أعز من النساوين الرجال، أنثى ولا دستة رجال، تمشي ومبططاطي ما بمبير وشاطي، تطلع عالي واطي نهارة مع السواقي وليلة مع الطواقي، عمرها الجهال. ده أستاذ محجوب شريف في الشام. ندخل في عنوان جانبي تاني اللي هي هتكلم عن فاطمة والاتحاد النسائي السوداني. طيب، ما بيجي ذكر الاتحاد النسائي السوداني إلا وتجي سيرة أمنا فاطمة أو العكس. ليه؟ أستاذة فاطمة الجدال عندها كتاب اسمه شاهدة على مسيرة الاتحاد النسائي السوداني خلال نصف قرن. هي بتكلم عن 50 سنة من ما دخلت الاتحاد النسائي السوداني لحد ما يتحلل الاتحاد ذاته. طيب، هتلاحظوا في الفقرات اللي بقولها دي انه اسم فاطمة، أستاذة فاطمة أحمد، يتكرر كثير يعني، لكن أنا ما حقول كل الفقرات لأن لسه عندنا كلام كتير حنقوله في اللايف ده، لايف قبل الأخير طبعا. بالنسبة للموضوع الأساسي، أمنا فاطمة أو الحقبة الفاطمية في تاريخ الدولة السودانية. طيب، أستاذة فاطمة الجدال قالت شنو؟ قالت عقد في 31 يناير 1952 اجتماع تأسيسي للاتحاد النسائي،
تم فيه اختيار لجنة تمهيدية قامت بوضع مشروع الدستور، وفي يوم 24 أبريل 1952 تم انتخاب أول لجنة تنفيذية للاتحاد النسائي السوداني بحضور 300 امرأة من الطلائع النسائية التي اكتسبت الوعي والتجارب من خلال اشتراكها في العمل السياسي والنقابي. ووفقا لما جاء في كتاب فاطمة أحمد، استشهد ذاته بكتاب أستاذة فاطمة إبراهيم اسمه حصاد، حصادنا خلال 20 عاما. فقد تكونت اللجنة التنفيذية من خالدة زاهر، فاطمة طالب، نفيسة المليك، نفيسة أحمد الأمين، فاطمة أحمد إبراهيم، حجة كاشف، عزيزة مكي، سعاد الفاتح، محاسن جيلاني، ثريا أمبابي، خضم الله عثمان، سعاد عبد الرحمن، بتول أتهم، ثريا الدرديري، محاسن عبد العال، وخديجة مصطفى. طيب، وتاني بعد ذاك هي عملت تحقيق إضافي، قالت وذكرت هي لاقت صوفة القدال، لاقت أستاذ حجة كاشف. أستاذ حجة كاشف عندها كتاب اسمه الحركة النسائية في السودان 1984، برضو تكلمت عن تأثير الاتحاد النسائي ودوره ومجلس صوت المرأة والتفاصيل دي، فأخذ جزء من الكتاب وبعد ذاك لاقتها، فبرضو سألتها لزيادة من التحقيق، لأن هي واضح إنها أستاذة فاطمة القدال هي عاملة توثيق واضح من العنوان ذاته يعني. ف أستاذة حجة كاشف قلت لها شنو؟ وذكرت في لقاء لي معها أن فاطمة أحمد وسعاد الفاتح هن أعضاء في اللجنة التنفيذية، ولجنة تنفيذية من 12 عضو فقط. طيب، هو بس أنا جبت الفقرة دي عشان يقول إنه يعني أم فاطمة غير إنها كانت ممثلة الاتحاد كانت في اللجنة التنفيذية هي ودكتور سعاد الفاتح. طيب، أستاذ فاطمة القدال برضه بيتكلم تاني عن إسهام الاتحاد النسائي ودوره، أنا هديكم الفقرة اللي أخذت جزء منها وخليته إعلان لللايف ده ذاته. قالت قام الاتحاد النسائي بدور بارز في النضال من أجل الحريات والحقوق طيلة فترة الحكم العسكري بعد انقلاب 17 نوفمبر 1958. زي ما الفريق عبود شارك مع جموع الاتحاد، شارك مع جموع الشعب السوداني، بيتكلم عن الاتحاد طبعا، في ثورة 21 أكتوبر 1964 التي طاحت بالنظام. استشهدت بخيت الحفيان، كما أصيبت الناشطة في حركة المرأة والقيادية البارزة في اتحاد النسائي محاسن عبد العال، وكذلك الطالبة الناشطة إحسان عبد الغفار وكادت بلقيس حسين من أسرة تحرير مجلة صوت المرأة، والناشطة في الاتحاد النسائي تقتل عندما كانت تقوم بتصوير مواكب ومظاهرات الثورة توثيقا لتلك اللحظة التاريخية، حيث وجه أحد عناصر الأمن سلاحه نحوها لولا أن تصدت له فاطمة أحمد إبراهيم والقاضي المسؤول عن الموكب وآخرون لإيقافه. ظهر موضوع التصوير ده من زمان بيعمل ربكة. طيب، فتاني جاب الدور تاني للاتحاد النسائي. قالت بعد ثورة أكتوبر حصل شنو؟ اعترافا بدور الاتحاد النسائي ومجلة صوت المرأة في النضال ضد الحكم العسكري، تم تمثيلهما بعضوتين في جبهة الهيئات. عرفت قالت جبهة الهيئات هي التنظيم الذي قاد الثورة منذ قيامها، وهن خالدة زاهر. طيب، بعد أكتوبر جبهة الهيئات عفوا اللي هي زي ما وصفت التنظيم الذي قاد الثورة، ما نسى دور الاتحاد النسائي واحترف به، وكان شغل الاحتراف انه شنو؟ خلوا عضوتين تكون في يعني تمثيل له في جبهة الهيئات. اختاروا دكتورة خالدة زاهر اللي هي كانت الوقت ذاك هي ماسكة رئيس الاتحاد النسائي في آخر دورة له قبل حله، لأنه بيبيل عرفنا انه أول ما تأسس الاتحاد النسائي كانت أم فاطمة هي رئيس الاتحاد النسائي. في اخر دوره كانت دكتوره خالده زاهر. طيب، خالده زاهر اللي بنعرفوها هي كانت اول ثلاثه طبيبات في السودان، يعني اول ثلاثه طبيبات قروا طب في السودان. فأخذ دكتوره خالده زاهر رئيس الاتحاد النسائي في اخر دوره قبل حله، واخذوا استاذ فاطمه احمد رئيس التحرير مجله صوت المراه، اختاروا الاثنين دول.
طيب، ف بتواصل استاذه فاطمه الجدال بتوضح الحصل شنو قالت. استطاعت الاستاذه فاطمه احمد ابراهيم ان تترشح كشخصيه مستقله في دوائر الخريجين كاول امراه في تاريخ السودان وربما في المنطقه العربيه والافريقيه. اصبحت نائبه برلمانيه بالانتخاب بخبرتها شجاعتها وبدعم النساء والقوى الوطنيه المستنيره، وبالطبع حزب الشيوعي استطاعت فاطمه احمد ان تمثل المراه السودانيه خير تمثيل وان تحظى بدعم البرلمان وموافقته الاقتراحات التي قدمتها بخصوص المراه العامله في السودان. الاقتراحات اللي قلناها قبل واجاز البرلمان يعني. طيب نخلي الاتحاد النسائي شويه يعني، نخلي تاسيسه ودوره في الحركه الوطنيه، وما حنمشي بعيد. حتكلم عن مجله صوت المراه اللي هي صدرت الاتحاد النسائي، طبعا عنوان جانبي فاطمه ومجله صوت المراه. طيب مجله صوت المراه ذاتها كان عندها دور تعبوي وتوعوي، هي صدرت سنة 1955، كانت مستغلة طبعا منذ تأسيسها، مستغلة يعني ما كانت تابعة لحزب، ما كانت لسان حال حزب زي ما هو واضح يعني. طيب أستاذة فاطمة الجدار بتكلم عن المجلة، قالت بادرت بإصدارها مجموعة من الناشطات لتوعية المجتمع بقضايا المرأة وخاصة النساء المستلبات بالثقافات المختلفة المتخلفة عفوا في مختلف أقاليم السودان، وطرح ما يوسع مداركهن ويحفز ثقتهن بذواتهن. اهتمت بالقضايا النسائية التقدمية والمزايا التي تتمتع بها المرأة في الدول الاشتراكية ودورها في حركات تحرر ضد الاستعمار في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. طيب قبل ما أواصل ده ننبه لحاجة، إحنا بنتكلم عن المجلة هي صدرت سنة 1955 يعني قبل إعلان الاستغلال من داخل البرلمان، إنه هو الاستغلال زي ما عارفين تم إعلانه من داخل البرلمان في آخر شهر 12 1955، وبيقى يوم 1/1/56 هو الإعلان الرسمي أو التاريخ الرسمي أو التاريخ الموجود في الأمم المتحدة يعني. طيب الشيء اللي حصل شنو؟ فكانت ده ترند في الوقت ذاك، إنه حركات تحرر ضد الاستعمار في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينيه، ووضع المراه في وبعدك بالنسبه للمراه السودانيه كان برضو يتكلم عن المجله، كان يتكلم عن وضعها في الجنوب والشرق والغرب والشمال. نواصل كلام صفر الجدال، وكتبت عن العادات والتقاليد الضاره، عن الاوضاع الصحيه التي تهدد حياه الامهات والاطفال حديثي الولاده، كتبت عن كل قضايا المراه والطفل وعن قضايا الاسره الزواج والطلاق والحب وغير ذلك. استعملت الكاريكاتير كأداة ناقدة وساخرة ولكل ما من شأنه إعاقة تحرير حركة تحرير المرأة أو المجتمع، وقد أبدعت في هذا الجانب فوزية حسن اليمني من هيئة التحرير عند تأسيسها. في اللايف الفات اتكلمنا عن الأستاذة فوزية حسن اليمني، قلنا هي كانت ترسم الكاريكاتير في مجلة صوت المرأة، هي كردفانية زي ما وصفها دكتور عبد الله ابراهيم في كتابه اللي تكلمنا عنه المره اللي فاتت، فاطمه احمد ابراهيم عالم جميل. وطالما جبنا سيره الكتاب خلينا نشوف الاضافه عن مجله صوت المراه بقلم دكتور عبد الله ابراهيم. قال: سيعجب قارئ مجله صوت المراه على ايامنا هذه خلوها من ضوضاء الايدوليه اليساريه ومفرداتها، مما لم تسمنه نابر مثلها محسوبة على الحركة الاجتماعية التقدمية. كان بيتكلم عن الموجة اللي كانت في الوقت ذاك يعني، فقال مجلة صوت المرأة كانت ماشية على الحياد، ما التزمت بخط سياسي معين. قال فصحفياتها لم يكن مجموعة صفوية تدعي احتكار الحقائق الاجتماعية، كما لم تكن أطروحتهن مجرد أشكال إجرائية لمشروع ضخم من هندسة المرأة لتلحق بأعجل ما تيسر. هو تكلم عن إنه المجلة ما حاولت إن هي يعني تضغط أفكارها وأراء على المرأة وتخليها هي أداة تغيير. هي المجلة كانت بتحاول إنه الفتاة والمرأة السودانية في الوقت ذاك هي ذاتها تشارك في التغيير ده ذاته.
عشان كده احنا بنلقى في المجله ذاتها زي ما هو ذكر قال: فعناوين ابناء ابوابها غايه في اللطف والشغف بالمراه، ومنها قضايا المراه في المجهر والمراه في الاعليم وجوله مصوره والمراه العامله اناقه وجمال ونحو النور والمطبخ ربة المنزل. غير كده قال انه قال: فاذا ارادت الصحفيه بالمجله ان تدرس ظاهره من ثقافه النساء كالزار مثلا، لم تكلها اللعنات وترده الى البدائيه والجهل، الزار يعني، بل تجدها اصبحت باحثه اثنوقرافيه مرهفه الحس، فهي تذهب بنفسها لحضور حفل زار مشاركه فيه وشاهد عليه، وتكتب وتصفه بدقه وصفا يخلو من قطعيه العقائد واستعلائها. كانت المجله تعقد ندوات لمناقشه مسائل المراه في مكاتبها او في الاحياء، وتحرص على دعوه النساء المختصات لهذه اللقاءات على قلتهن. فهو كان بيتكلم دكتور عبد الله ابراهيم انه لاحظني انه المجله كانت ماشيه في خط الحياد ده، كيف يعني حتى العادات اللي انا بقدر اقولها بصراحه كده والناس كده بتتفق معي، العادات الضاره يعني، كانوا بيتكلموا عنها كظاهره اجتماعيه، ما حاولوا انه يعني يصنفوها تصنيف معين، خلوا الراي ده يجي للقارئه والقارئ والاستطاعات اللي بيعملوها والتفاصيل دي. استاذ فضل القدال قالت: في عدد من المواضيع التي طرحت في المجله انذاك اثارت جدلا واسعا، مثل: ماذا يعني تحرير المراه؟ القضايا السياسيه والوطنيه؟ لماذا يعتبر الاتحاد النسائي بندا اساسيا في برنامجه؟ الحب مفتح وليس اعمى؟ دونيه المراه في المجتمع، من المسؤول عنها؟ الى اخره. برضو تكلمت قال حصل تدريب لعائشه مصطفى عفاف بكشوه. انا مبسوط انه هسي استاذ عفاف بكشوه في اللايف تحضر يعني، تحياتي لها من على البعد يعني، واخريات ميدانيا، وبعض الارشادات للقيام بدور اعلامي لتغطيه الانشطه الاجتماعيه والثقافيه بتعمل تطوير المجله. طيب نمشي مع كتاب استاذ فاطمه الجدال ونشوف حصل شنو في فترة الرئيس المخلوع جعفر محمد نمير. قالت: بعد حل الاتحاد عام 1951 تنازلت فاطمة أحمد إبراهيم صاحبة الامتياز ورئيسة التحرير عن للمجلة الاتحاد النسائي، ومنذ تلك الفترة أصبح الاتحاد مسؤولا عن التحرير والتصميم والإشراف على طباعة المجلة، وظلت فاطمة أحمد إبراهيم رئيسة للتحرير إلا أن جل الأعباء كان يتولاها طاقم تحريرها من الشابات، وهن عديل الزيبق، عائشة مصطفى، أمير عوض، بتول سراج، نايل أحمد إبراهيم، كوثر إبراهيم، وشفا محمد للإشراف على الجانب الفني، إضافة لفاطمة الجدال من أسرة تحرير المجلة في السبعينيات. طيب نمشي ليه قدام شوية. الإعلامي المعروف أستاذ عمر الجوزري في أسماء في حياتنا كان عمل توثيق لأمنا فاطمة، وعمل استطلاعات، من ضمن الاستطلاعات كان استطلع الأستاذ الصحفي عفاف أبو كشوة، فأنا حأقول جزء من الإفادة اللي أدلت بها لأنها هي بتصب في المسار بتاع اللايف ده. العنوان الجانبي: فاطمة بين قوسين بصمة في المجتمع، دي أخذتها من الإفادة نفسها يعني. طيب الإفادة بيتكلم عنه فاطمة أحمد إبراهيم امرأة ملهمة لكل نساء بلادي من خلال تجربتها الثرة ونشاطها ومشاركتها في العمل العام على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي. في الواقع تعرفت، إحنا لسه بنسمع في الإفادة أستاذ فاطمة كشوة، قالت: تعرفت على أستاذ فاطمة إبراهيم وكنت طالبة في الثانوي، وكانت لديها مكتبة مهيرة في شارع الأربعين. طيب قبل ما أوصل الإفادة، مكتبة مهيرة دي أفتكر هي بعد ما تم إعدام الشفيع أحمد الشيخ، وطلعت أمنا فاطمة من الإغامة الجبرية اللي عملها الرئيس المخلوع نميري اللي هي كانت سنتين ونص تقريبا، فعملت المكتبة دي. طيب نواصل الإفادة.
في الواقع تعرفت على أستاذة فاطمة إبراهيم، وكانت طالبة في الثانوي، وكانت لديها مكتبة نهيرة شارع 40. كنا نأتي من المدرسة ونستلف منها الكتب، وكان ده المدخل الثقافي في القراءة والاطلاع، وكانت تطالبنا بتلخيص الكتب وتناقشنا في محتوى كل كتاب. وكان يعني في وقتها معجبين بشخصيتها كشخصية قوية، كشخصية مناضلة. قرأنا كل الكتب التي كتبتها وكل المقالات التي كتبت عنها، وانتظمت من خلال تجربتنا وعلاقتنا بها في صفوف الاتحاد النسائي مبكرا ونحن طالبات في الثانوي. وكانت فاطمة أحمد إبراهيم ملهمة بشخصية مناضلة، وكأم وأخت وصديقة كانت واضحة وصريحة، تناقشنا في كل التفاصيل. هذا من جانب. الجانب الآخر، من خلال اطلاعي ومن خلال نشاطي في العمل العام، فاطمة إبراهيم لها بصمة في تاريخ الحركة النسائية السودانية على المستوى الداخلي والعالمي. على المستوى الداخلي كانت كما تفضل كل شكلها أستاذ فافك شو كانت بيتكلم، وتوقعت أن يكون في متحدثين قبلها، فقالت كما تفضل كل الذين تحدثوا قبلي عن مساهمتها في ثورة أكتوبر ومساهمتها في تأسيس الاتحاد النسائي. على المستوى العالمي، كانت عضوة في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، وترأست اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في سنة 91، وأخذت جائزة عالمية نتيجة لنشاطاتها، نتيجة لمقاومتها الأنظمة الشمولية، مناهضتها للاضطهاد، وتاريخها الطويل الحافل بالنضال العام وقضايا المرأة خصوصا، يعني خلاها تكون في مقدمة صفوف المرأة السودانية. نمشي شوي مع الإفادة تاني. هذا جانب. من جانب آخر، على المستوى يعني الاجتماعي، فاطمة أحمد إبراهيم لها بصمة في المجتمع، وشخصيتها لها وزنها لها وزن اجتماعي كبير. شخصية يعني لها كاريزما، يعني من الحي اللي تسكن فيه، مرورا بنشاطها العام في الاتحاد النسائي، جمعية ربات البيوت، المنابر السياسية الكبيرة على مستوى التجمع الوطني الديمقراطي، كانت لها بصمة، وشاركت ضمن منظومة المعارضة السودانية في أسمرة والقاهرة، وكانت صاحبة الصوت العالي دائما في مناقشة قضايا المرأة وقضايا الوطن. قبل ما نواصل في إفادة أستاذ عفاف أبو كشوة، أقول حاجة. هي تتكلم عن إنها كانت كاريزما، شخصيتها في الحي، وهي ذو اجتماعية. الناس اللي حضر الحلقة دي، أو الحلقات الثانية العملة، أستاذ عمر الجزلي، أمنا فاطمة في أسماء من حياة في أسماء في حياتنا طبعا، في كان يصوروا في العباسية في شارع بيتهم ذاته جنب البيت، فناس حي كانوا بيسلموا عليها. حتى في ناس، أنا قلت الحاجة دي في اللايف اللي فات أو قبليه، حتى في ناس كانوا يجوا قدام الكاميرا وسلموا عليها وقلدوها. هي يعني بتحس الحميمية دي كيف، يعني حتى هم ما اشتغلوا بالكاميرا، يعني الناس عادة بتكون حوالي الكاميرا، واحد يجي من الكاميرا يأشر وبتاع زي ما نشوف. زينة، زيك. على الرغم من اختلافي مع انفصال قضايا المرأة، لأنه هي لا تنفصل من القضايا، ولكن حسب التقاليد أعتقد في الوقت ذاك كانت متاحة لفصل، لكن يا ريت يكون الاتحاد النسائي بفكرة يكون الاتحاد بفكرة في فكره في خطوة دمج القضايا وعدم عزل المرأة. هي الفترة ديك فعلا هم كانوا محتاجين يفصلوا القضايا. أنا معاك في الفكرة بتاعت إنه إحنا ما نفصل قضايا المرأة عن قضايا المجتمع. هي المرأة ذات بتكون المجتمع ذاته، لكن تخليه في الفترة دي كانوا محتاجين هم يفصلوا الجزئية دي، ويكونوا ماشيين لقدام في قضاياهم، عشان ياخدوا الحقوق القلعتة قلعتها أمنا فاطمة في نضال المستمر بر البرلمان، ولما دخلت البرلمان وطلعت من البرلمان ومشيت بر السودان زي ما قلنا في بداية المقال. شكرا للملاحظة دي، أنا معاك في الحاجة دي يا زين، إنه المفروض ما تنفصل القضايا من بعض. نكمل في إفادة فاوكو شو قالت. وما تميزت به فاطمة أحمد إبراهيم عن الآخرين، لها نظرة ثاقبة في قراءتها للأحداث. يعني دائما فاطمة، أنا أذكر كنت صحفية في صحيفة الرأي الآخر في منتصف التسعينيات حتى بداية عام 2000. أنا بنتهز الفرصة دي وبحيي كل كتاب الرأي الآخر،
سوى عفوا كانوا صحفيين جوا الجريدة نفسها، أستاذ عبد القادر العباس وسام العباس وأستاذ عبد الله رجب وغيرهم، وسام عباس صحفي يعني المزون القسم الثقافي، وعفاف حسن أمين والقسم الرياضي والقسم السياسي والتحقيقات، وشو نفسها لأنها كانت تكتب في رأي الآخر. أنا لحقت الجريدة في آخر فترة صدورها، وكنت محظوظ إنه نشروا لي كم مقال وكم قصة وكم قصيدة، وكنت بجي أسمع النقاشات أستاذ مزين سامي غندور، يكون قاعد في المكتب مع أستاذ العباس ومعاهم أستاذ عبد القادر العباس، ويعني يتلموا المايوين كده والموضوع يتفتح، وطوال أنا بقول لهم الرئيس المخلوع جعفر محمد نميري وشنو ما بعرف وكلام زي ده، فكان بيكون في نقاشات كده وانفعالات، لكن الزول يعني كان بيستمتع بالحاجة دي. أنا ما طلعت من الاحترام لأنهم أكبر مني سنا يعني، وفيهم ناس في عمر أبوي الله يرحمه، ونفس الشيء هم ذاتهم يتعاملوا معي يعني وريتهم إنه أنا لسه يعني قاعد أقرأ في الحاجات دي يعني، يعني ما يعني بدعي المعرفة كلها، لكن على قدر الشيء اللي قريته على قدر الشيء اللي سمعته على قدر الشيء اللي وقع في يدي بتقري أو بتشاف، عرفت إنه الرئيس المخلوع جعفر نميري ده ضر السودان قدر شنو، وقاعد أقول لهم الكلام ده، هم ما كانوا بيزعلوا مني يعني، لكن بيكون في انفعال في هم بدافعوا عن ماي طبعا. ده موضوع ثاني ما أعرف ممكن يجي له لقدام ما معروف. المهم نواصل إفادة أستاذ عفاف بكشوة، قالت أنا أذكر كنت صحفية في صحيفة الرأي الآخر في منتصف التسعينيات، حيث حتى بداية عام 2000 فاطمة كانت ترسل من موقع إقامتها في لندن وفي أسمرة مقالات، وكنت أنشرها كانت تأتي عبري أنشرها في صحيفة الرأي الآخر، فتنبأت مبكرا بانقسام التجمع الوطني الديمقراطي وخروج حزب الأمة منه. طيب وفعلا الحالة اللي تنبهت بها حصلت طبعا. في جزء دائما اللي فاده قالت انه بيتكلم عن مشاركة فاطمة ابراهيم، استاذة فاطمة قالت شاركت في مجلس اللوردات البريطاني عندما طالب المعارضة السودانية في تقديم مقترحات ضرورية لحل الأزمة السودانية، فتقدم عدد من الموجودين أمام برلمان مجلس اللوردات، فقبل مقترح الأستاذة فاطمة ابراهيم الورقة التي قدمتها، وكانت هي المرتكز الأساسي الذي بنى عليه المبعوث الخاص للسودان الأنغولتي، وتحركت كل المنظمات عضو ذلك. فاطمة ظلت هي تقود العمل النسوي والعمل النضالي العام من أي موقع وجدت فيه. فاطمة بادرت من خلال وجودها في لندن بإنشاء منظمة نسوية أو جمعية نسوية لرفع قدرات الشباب من الجنسين. ده جزء من إفادة أستاذ فابك وشوة. طالما إحنا بيتكلم عن إنها إن أمنا فاطمة قادت العمل النسوي والعمل النضالي، خلينا نمشي لتاني لكلام الدكتور عبد الله إبراهيم في كتابه. قال شنو؟ قال في كاتبة اسمها مهناز أفخامي عملت لها كتاب سمته نساء في المنفى، صدر باللغة الإنجليزية عام 1994، وجعلت الكاتبة لفصل فاطمة عنوانا هو السهم في كنانته، عنوان ظريف، سامح الانقسامات الأممية سمة المعارضة السودانية أو مرضها المزمن. الله يحييك، أنا أتفق معك في الكلام ده يا سامح فعلا، إن شاء الله غاية المعارضة توحد تاني يعني، محتاجين لها في الفترة الجاية دي. طيب قال كلام عبد الله إبراهيم، دكتور عبد الله إبراهيم قال ومصدر التسمية أن أفخامي لما التقت فاطمة لم تصدق أن الذي سمعته عن طاقة وجهاد المرأة وقوة شكيمتها وعرضتها ما يمكن يتحمله هذا الجسد الناحل بحضوره الأريحي اللطيف أو يعبر عنه صوتها الخفيض الأجش. فبدت فاطمة للكاتبة سهما في غمده ومحاربا في إيازة،
وقالت إنها مثل السم في كنايته يبدو ألم الحطب والحديد لا خطر منها، وليس يتسنى للمرء إدراك شوكة هذه المرأة وعزائمها المقاتلة حتى يراها في المعمعة الاجتماعية، كما السهم يؤخذ من كنانته ويصوب بقوة وإرادة فيضعن غرضه بقوة وتصميم. دي واضحة جدا في حوار الإعلامي عمر الجوزلي مع أمنا فاطمة في أسماء في حياتنا، كانت زي ما وصفها الدكتور عبد الله إبراهيم، وشفناها في لما مشهد الجنوب، ربنا يرجع جنوب تاني إن شاء الله. فكان في اختلاف طبعا. نمشي لي قدام شوية، دار أحكي لكم عن الجوائز اللي خدتها أمنا فاطمة. قبل تكلمنا عن جائزة مؤسسة ابن رشد للفكر الحر، وجبت في بداية اللايف ده الوثيقة، الجزء من الوثيقة اللي وضحوا ليه هم اختاروها. أرجع مرة تانية لحوار روان الضامن مقدمة برنامج رائدات في قناة الجزيرة مع أمنا فاطمة، قالت ليها يعني هي كان بيتكلم في الجزء ده عن الجوائز اللي خدتها والتقدير والإعجاب اللي حصلت عليه، فقالت ليها سألتها سؤال، قالت ليها يعني يعيش الغرب، يعني يعيش العرب، معلش العرب المعتبرون المغتربون مفارقة بين كونهم يستطيعون الكلام والعمل بحرية في الغرب ويعلمون الغرب كان وما زال له اليد الطولة في معاناة بلادهم، يعني كيف يعني يتفاعل المناضل أو المناضل العربية مع هذا الوضع؟ أم رفضة قالت لها شنو؟ نعم سؤال جيد حقيقة، يعني نعرف أنه يعني هذه الدول قد استعمرتنا ولا زالت ترغب في استعمارنا ولا زالت تمتص ثرواتنا، هذا كله نحن كنا عارفينه، لكن اللي كان واضح عندنا أن ليس كل الشعوب مع حكوماتها. قامت رواضان قالت ليها هل لأجل ذلك يعني عملت كتاب من كتبك العديدة باللغة الإنجليزية بعنوان صرخة مدوية؟ أم الفضل قالت لها نعم عشان يقرأوه، ووزعناه عليهم ووزعناه على معظم المنظمات البريطانية. جاءت بعد ذلك سألت عن الجائزة، قالت لها ولذلك رشحتك عام 1991 يعني الوفود العربية والأفريقية لرئاسة الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي. أم الفضل قالت لها نعم. تاني سألتها قالت لها أول مسلمة إفريقية عربية وأيضا أول امرأة من العالم الثالث. أم الفاطر ردت لها قالت لها نعم والله كانت تجربة عظيمة وفريدة بالنسبة لي، كنت باستمرار أقول لهم ما في يد واحدة تصفي على الإطلاق إلا الأيادي بالعشرة أصابع حتى تصفق، يبقى أنا ما نلت هذا المنصب لأني أنا عالمة ولا ذكية ولا أي شيء، ده عمل الاتحاد النسائي السوداني قادة وقيادة، عملي الآن في قمة هذا التنظيم العالمي الديمقراطي حيكون قاعدة كلكم معي، أنا ما بقدر أعمل شيء ولا بدعي، ولذلك تعاونوا معي عشان إحنا نعمل طبعا يعني مع بعض. فحكت ليها قالت ليها والبعض الآخر ما كانوا قابلين إنه واحدة، ما كانوا قبلانين إنه واحدة سوداء ومن العالم الثالث تجي تبقى رئيس عليهم، يعني تغاضيت عن أي شيء، كنا ما فهمين إيش. ثم قامت الأمم المتحدة قرروا يعطوني جائزة على أساس قطعتها. فرمان الضامن قلت لها يعني حصلت أنت على عشرات الجوائز. فاضح إبراهيم قلت لها أيوة الجوائز، قلت لها جوائز والتقدير يعني. الثاني قامت كملت لها موضوع الجوائز، حصلتها في الجائزة اللي خلتها من المنظمة الدولية من الأمم المتحدة يعني، وسلم لها بطرس غالي، وقد ذاك بطرس غالي كان هو الأمين العام طبعا في 1993. فقامت قالت لها غير الجائزة دي طبعا، سألتها قالت لها يعني في عام 1996 حصلتي على الدكتوراه الفخرية من قسم الدراسات الأفريقية، طيب زي ما قلت قبل شوية سنة 93 أخذت الجائزة بتاعت حقوق الإنسان من
في الغاية على الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وسلم لها دكتور بروزغالي. بعدها ب3 سنين 1996 حصلت قالت لها على على الدكتوراه الفخرية من قسم الدراسات الإفريقية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، نتيجة لبحث قدمته عن تجربة الاتحاد النسائي وواقع المرأة في إفريقيا. يعني حدثينا عن تلك التجربة. قامت أم فاطمة قالت لها شكرا لك اللي ذكرتيني لها، وضعوا لي لافتة قدم فيها الدكتورة فاطمة أحمد إبراهيم. قلت لها، يعني قالت للزول أخذت الجائزة دي، أخذت اليافطة عفوا، أنا لما أرسلت لكم قلت لكم أنا خلصت المرحلة الثانوية وقبلت في جامعة الخرطوم ووالدي رفض، فما دخلت الجامعة كيف؟ تقول لي أعطيناك بقيتي دكتورة. ثانيا العمل اللي أنا قدمته ليكم دعم الاتحاد النسائي. قالوا لي خلاص احنا بدل نكتب دكتورة فاطمة رأيك شو نكتب؟ دكتور الاتحاد النسائي. أنا حقيف هنا، إن شاء الله لو ربنا بده في الأجل اللايف الجاي حيكون عن اللقاء الأول مع أم فاطمة، ولقائي الأخير معاها حتكلم عن التشيع مما وصل الجثمان مضغ خرطوم لحد ما يدفن في مقابر البكري في مدرمان طبعا، مرورا بوصوله للعباسية في منزل أسرتهم ذاتهم. حقول جزء من الحصل باعتباري كنت شاهد، يعني ممكن استعين بمصادر تانية سواء كانت مكتوبة ولا مقروءة، وخلوني نتكلم في اللايف الأخير عن الحاجة دي. الحاجة اللي قصدها إنه كيف زولة كانت مؤثرة في التاريخ السوداني مما دخلت العمل العام لحد ما توفت عمرها 85 سنة. شكرا لكم كلكم، شكرا للمشاركات، شكرا انكم صبرتوا الليلة على البري ده، لانه اللايف ده الليلة حسيت ثقيل ذاته لانه قريت بالعربي الفصيح كثير. نتلاقى الجمعة الجاية إن شاء الله. تصبحوا على خير في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.